أنا دعاء محمد إبراهيم حمزة أتوجه بالنداء العاجل والحار إلى كل أصحاب الضمائر الحية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية للمساهمة والتدخل السريع لإطلاق سراح زوجي وليد الدود المكي الحسين والذي تعرض للاعتقال بتاريخ 23 يوليو 2015. وقد علمنا أن السلطات الأمنية السودانية طالبت بتسليمه وذلك يعني الطريق إلى جهنم. أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالأمر بإطلاق سراحه وإعطاء الفرصة ليختار وجهته القادمة في حال عدم رغبة المملكة إبقاؤه فيها. وأكرر ندائي العاجل لأقول أن الترحيل إلى السودان يعني الموت له والدمار لأسرته الصغيرة المكونة من 3 أطفال، ملك 6 سنوات وآية 3 سنوات ويامن 3 أسابيع، مع العلم أنه لا يحمل إلى الآن أي وثيقة تثبت هويته. أتمنى من الجميع أن يتحركوا معي لإنقاذ حياة زوجي وإنقاذ هذه العائلة وزوجي الذي لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة، بل أتاح الفرصة لآلاف السودانيين ليعبروا عن آرائهم بشكل حضاري من خلال موقع الراكوبة وهو من مؤسسيه والعاملين به. وجزاكم الله خيراً.